كان فتحت بابك تلقانا في الشوارع الحلة والمزارع في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك قرية والمدينة في مدني أو في حلفة في بورسودان وشندي كادقلي والأبيض نيالة والجنينة وعبر الحنينة الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا جينا الليلة نحن جينا بسم الله الرحمن الرحيم. قناة الشروق ترحب بكم مسرح في الهواء. التمثيلية اللي حنعملها أو العمل اللي حنقدمه إذا في أي زول فيكم حس إنه ممكن يخش ويتكلم حبابه ونحن ما عندنا مشكلة بعد التمثيلية والعمل ما ينتهي إذا بعد ذاك دار يدينا وجهة نظره برضو نحن بنرحب به. حبابكم ألف والتحية لكم في الشمس الحارة دي ويتواقفين معانا كتر خيركم وما نكتر الكلام نبدأ لكم البرنامج ونشوف الموضوع بتاعنا شنو. وقبل ما نشوف الموضوع بنرحب بالأستاذ الفنان الممثل النجاشي صلاح الدين. وبعدين يا جماعه ما الحله دي يا جماعه حل الفقر دي والله نازل كل زول ده داخل انت احمد ده ماشي وين احمد قال تعمل ليه كده يا اخي ماشي شنو عامل فيها مهم والله ما عندك الحبه دي كذاب ساي احسن والله كذاب كذب ما عنده اي حاجه والله ما عنده الحبه دي اليوم كله مشالك فينا ماشي وجاي هل دعي لي كده والله ما عندك اي حاجه حولي ولا قوه الا بالله بتول والله غير القطيعه ما عندك اي حاجه تقطع بس تقطع هسه دايره له توتش كده دايره له تقطع معاه والله الليله ما تلقى اي زول يا ابراهيم ايوه المويه يا ولدي شكرا جيب لي شاي يا ابراهيم الله يسمين ده زاد غمام مغروط فيك ولا كيف النجاشي اخبارك كيف الحال امورك سلامات تمام ان شاء الله بخير غمام مغروط فيك زادك ما فيك فايده زادك كيف تفضل كيف تفضل جيبوا لي شاي ها جيب شاي ولد يا جيب شاي لا جيب شاي ودي الشاي ايوه يعني ما فيه فايده كله لكن بس مغروط فيك ابراهيم ده انا اسعدك دي سميره هاي بتعمل الشاي المسيخ انت دكتور منين هسه بتعمل مسيخ انا ما شربت منها كم مره بتعمل مسيخ هذه الفالح فيها بس الواطحر يا اخي تعال هنا يا اخي الواطحر جيب الحاجات دي يعني سوي شنو هسه ها هزول قاعد في محل يجي قومك من محلك بقول لك تعال قومك من محلك شنو يا اخي؟ ما معك حتتك دي ذات شوم ما معك حتتك دي ذات شوم حتتك دي ذات شوم خلي حتتي دار ازعلك انت محمد ده يوم يقاشر كدي ومالك هزول ده اشتغل؟ محمد؟ هاي محمد اول حاجه ما شغال ولا اي حاجه ها؟ ما شغال ولا اي حاجه تقول والله؟ والله كذاب ساي املق من الصباح الساعه 6 صباحا والله انت تقول شغال في شركه انا قال شغال في شركه شركه شنو؟ ما شغال ريحه يكذب علينا ساي شغال سمسار
عليك الله. والله مره يجى ومره ما يجى. اي ما قالوا قالوا برضه مرضوا ضفروا. ها؟ مرضوا ضفروا. من ناحيه ضفره دي والله ضفره ضفره. عندنا لسان لا اله الا الله محمد رسول الله. اتخيل انا مره زي دي ما بقعد معاه ولا ثلاثة دقائق. والله دي عقوبة. دقيقتين ذاتها كثيرة. هذول يقولوا له عرس لك المرة دي اسبوعين. اها. ولا تقر. ليه؟ ولا تقر. يا اخي لسانه والله العظيم صعب خلاص. بعدين حوامة حوامة. اي حوامة. هسه يبرق بهينة هي دخلت بهينة. حوامة. امبارح جات كرعية مغبرة زي العربات الجاية من بورسودان دي. هسه انا قاعد هيني قاعد هيني. اي. زي الحرامي بتاع الجنات تتاوى كدي كان فت وش اجيبه بس اجيب الحبوب كان لقيتها مرقت خالص مرقت بجد رجعت ثاني ما احنا قاعدين هنا ما بتجي لا ما بتجي ما بتجي كان كسر رقبته ما بتجي حسن قاعد تتاوى لخرم الباب اي انت شوف نمرق كدي وتجي مرقه اي انت في ذا ماشي تكون شاد الدار تشد لها توب ولا في محمد حسين ماله محمد حسين ها ما لغى في القروش حق هذا النظافه والله واللي يشوفه يقول والله زول ده ما بيثق اي حاجه لا يا زول هوي ده قبل كده عنده كوارث وعامل لك فيها شنو انا الشريف العفيف انا في الحقيقه يعني نحن لما جينا مسكنا اللجنه دي نحن ناويين نعمر البلاد ونعمر الحي الورط في عبد القادر الورط في عبد القادر مسكين عبد القادر مسكين عبد القادر قال عبد القادر مسكين انت كان كده وياك خمس ساعات وضربها لكن وقع فيها عبد القادر عبد القادر ما خليه عبد القادر ده بلاويه كثيره بلاويه كثيره انا ما ذاك ما شفته في الفراش بيتضاير من الناس دي ما عارف انا هاي لما قال وقال اسمع قال لنا قال انا مسافر قال كان مسافر وكان في السجن يا زول انت ما جاب خبر ساي كان معاه نصر الدين جارنا ده نصر الدين جارنا ده نصر الدين جارنا ده ها انا اصلا ما ريته انت عامل عمايل هناك في المؤسسه لقيت سمعته كعبه 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 شديد والله لقيت لي زول قطاع اقطع منك قطاع اقطع ها انا قاعد اقطع منو انا انت استغفر الله العظيم والله لو ناديت اي زول من الحله دي وقلت له رايك في النجاشه دي شنو ها زولتك هاي لا تتدبك هاي لا تتدبك كيف هاي زي حرام الفراخ ابو القدح رجع ابو القدح رجع هذا ولد عمك تعال هذا ده مش ولد عمك هاي ده ما ولد عمك في ذمتك النجاش ده قطاع ولا ما قطاع انت ولد عمه بتعرفه والله احيانا انت ذاكم واحد والله كيف تشابه وغير زي الصينيين اقطع من المحبل شو الخلقة انا قاعد اقطع والله انا قاعد اقطع يا اخواننا انا قاعد اقطع في زول امك اداء ايش كلامك دغري منو شاهدين منو محمد ادم اداء محمد ادم كلامه دغري معروف الله بيسلمك البلد دي كلها بيعرف الله بيسلمك والله قطع اقول لك حاجه محمد ادم ده وخلاك ذاته انا هو قطعنا فيك قطيعه يا زول هاي ما تقول لي الحله دي هسي هم عاملين لنا احنا بس قاعدين ناخد كراسينا هنا حد عامل نجاتنا نخلي لكم الشارع ده ولا شنو يعني؟ ما نمرق نحن؟ هسه بزو سالي قال لك ما تمرق يا من الصباح شايلين كراسيكم وخاتيننا وخاتين مويتكم وشاهيكم بس غير سيره الناس ما عندكم حاجه يا ناس ما تشوفوا لكم شغله ثانيه يا ناس انتوا كبرتوا الشارع ده حق منو يا جماعه ما نقعد في الشارع والله العظيم من قبل اتاوق وارجع دايره اقول قلت بس انتوا تمرقوا كده ده عشان امشي لجارتي دي ولدت الساعه امبارح الساعه 1 بالليل ما قدرت امشي ليها دايره امشي الدكان ولا اي حاجه ما قادر يا جماعه ما ممكن ولدت ولا ماشي شد الثوب احنا ماما الليله ما العرس انا اشد الثوب سامعاكم اتكلمتوا هسه في محمد قلت محمد عنده شغل شغال سمسار مره يلقى ومره ما يلقى محمد احسن منكم وانا ما قاعده اشحد الثياب وما قاعده اشد الثياب محمد مكسيني وجايب لي يا ريت انتوا تبقوا زي محمد انتوا يا ريت خليكم كده بس في القطيعه بتاعت الناس دي لا نحن ما قاعد نقطع في زول والله شنو؟ ما قاعد نقطع في زول شوف المدنجر ده شوف المدنجر ده خجلان يعني وش؟ خجلان لازم تخجل عندك حاجه غير سيره الناس؟
محمد ايجاد تيام من وين؟ محمد ايجاد تيام من وين؟ والله العظيم طاشي طاشي من النقة طاشي من النقة خليها تفوت بس. انت اسمع كلامي، انت بتزح مني ليه؟ انت بتزح مني ليه؟ انت بتسمع الكلام النصيحة داير اقولها لك انا دي؟ انت بتزح منها ليه؟ اولا حاجة نحن ما قاعدين نقطع في زول. ونحن حافظين ادبنا وبنقعد هنا في الشارع بنتفرج بس. بتتفرجوا؟ اي والله الحلة دي كلها الحلة دي كلها شاهدة عليكم. ومبارح دي نفيسة قالت لي والله العظيم الرجال ديل حرموني طلعة ماشي الدكان اجيب لي فطور لأولادي ما قادرة اتكلموا اقطعوا ما ممكن يا جماعة. احنا ما قاعدين نقطع اي قطيعة انت كملت لنا في الجبنة احنا ما قاعدين نقطع والله ما تجي تعمل الحياة والله والله انتوا انتوا فتوا النسوان في القطيعة الله والله العظيم يا ولي هي يا ولي هي يا بشوف لك الشغل يا رجال هي هي احترمي نفسك احترمي نفسك احترمي نفسك علي ما شبهينا بالنساء ما شبهها بالنساء ايوه ما قاعد انا هسه بجيب لك واحدة من النسوان والله نسوان الحلة ده كله شنو انت لو بتهرش رايك ما بتهرشينا نحن لو بتهرش رايك احنا بتهرشينا والله انا راجل ما بتهرش اها انا راجل راجل مستقيم انا راجل في شغله لبيته شغله شوف الواجب في الحلة لكن ما بيقعد في الضلالة بيقعد في الشارع للقطيعة شغله يا تو شغله يا تو انت شغال شنو انت تعال وريني انت شغال شنو 24 ساعة قاعد هنا شغال شنو بتبيع شاي انت والله زرتك والله زرتك انا ما شالوني صار على هاي شنو شالوني صار على ونانا زول شالو صالح العام ده بس بيقعد يقطع في الشارع ما من عمايلك ما قعدت عمايلك ايوه ما من عمايلك اديو هاي ما من عمايلك قاعد هنا تقطع تقطع ما عندك اي شغله تقطع يا اخي امشي شوف لك شغله تقطع يا اخي الغاشي والماشي تقطع فيه شفتها؟ المره الجايه تقطع فيها تعالي 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 شو شو تعال تعال شو اشوف عدل اشوف عدل انت قاعد تقطع فيه قاعد تعال له يا اخي الله يسيبنا يا اخي بركه 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 البقع عليك انا دقيقه اوريك النسوان دقيقه بس دقيقه هيا تعالي قالوا صوت الوقع بتقطع سكاكينه عليك الله هسي مش مشي الرجال ده اليوم كله ما قاعدين في الشارع قاعدين عليك الله دي حاجه جميله منهم لا ما جميله كعبة. بس ها كعبه 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 ما قادرين نمشي ما قادرين نتحرك ما قادرين نعوم ما قادرين نمرق من البؤات شفت 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 الكلام ده قاعدين ما عندهم شغله يشتغلوها النهار كله نحن قاعدين ايوه النهار كله نحن تعبانين هم قاعدين تحت الضلله شغالين بتفلانه مرقت وبتعلانه دخلت وديك مرقت ودي توبه سمك ودي متدينه توبه ودي شاده توبه وده فعلت وده ترك الله يديك العافيه الله يديك العافيه عليك الله ما سلوك كعب يعني الراجل كان شغله صالح عام ما ممكن يلقى له شغل في اي حته ثانيه يشتغله الليمون ده الليمون ده ممكن يبيعه ايوه او يدخل له 10,000 في اليوم 20 يوم 20,000 في اليوم ممكن برا كان باع ليمون يبيع بصل يبيع لاي حاجه اي شيء اي شيء ما ممكن يا اخي جننونا جد لكن ما سووها ها ما خلاص احتاجوا على الراحه دي والجبنه والقطيعه ايوه ونحن نجري نمشي الاسواق نجيب الحاجات من السوق نحن يا يما نجري يا يما نجي نطبخ الاكل في البيت نحن نجبر في العيشة نحن تعبنا والله الرجال ده المفروض يريحونا شوية المفروض يريحونا لكن نسوي شنو أه. نحن انت عارفة الجماعة ده نعمل لهم حاجة واحدة مهمة أه. نحن النسوان ده نتفق كلنا نسوان الحلة نعمل لهم مشروع واحد ايوه ده الكلام في مشروع واحد ان شاء الله البصل ده يمشوا شندي يمشوا القضاري يمشوا حتى يجيبوا البصل ده يخطوه يبيعوه انت 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 اللي جاي تشتغلين خلينا تشغلنا احنا نحن شغالين قادرات تشتغلن عليك الله دقيقة يا اخي وانت تعالي يا اختي هاي الليمون ده اللي بيفرش ده تشيلوا بالدين يومي كله شغال ادينا بدينا الدقاقيق ولا طب ما في دين ما في شاري بحقنا تشتري أيوة وين ما في اي دين قاعد نشتري بحقنا ما قاعدين ندين الله هذاك حجالي هذاك حجالي من اشوف بيقفل الدكان انا قاعدين ندين انتوا قاعدين ساكت قاعدين فارغين تقطعوا فيه ديك شد التوبه ودي مرقه هاي ما شد التوبه سوى ايوه ايوه هذا شد التوبه سوى عليك الله رب يا جماعه بس انتوا فرحانين فالحلي فالحلي دي بس فالحلي دي اسمع هسه انت كلام كلام مرة دي يعني خلاص ها ابراهيم الكلام مرة دي وانت عايز ايه ها نحن قطاعي مش قطاعين الله قاعدين في كراسي برا ما خايلين شمار من لبسه توبه ولبسه فردته وجاريه وما كلهم خلاص لكن يا جماعه توب واحد نسيت على وين ما شدك دي تجي يا عم شويه كدي ما شدوا قالوا هي قاعده كل هنا
المعماريين الخارجي ولا انا اسوي شنو لكن ما قاعد معي خير قال له انا اسوي شنو شنو شغله شنو قاعد اقول شغله وينه بصل ليمون بصل لو شنو بدين كله يا اخي دين هذول هو ذاته قاعد يقطع هو ذاته قاعد يقطع هذا شغال شنو قول له انت شغال شنو هاي شغال شنو انت وهذول النسوان الاثنين اللي على حسي جا وقفوا ذيل لما يكون في جبنه والله ما يخلوا لنا صفحه نوم عليها هلي ودارين انا نمشي من هنا عشان تدخل اليوم كله داخله ومارقه داخله ومارقه لكن انت اقول لك حاجه انت اخذت المساله دي هوايه ما بتقدر تخليها انا ما بفتش لشغل انت الكلام انت ها انا ما بفتش لشغل الكلام انت تفتش لشغل وين هاي انا ما قلتك بتفتش بتفتش هنا بالتليفون انت حالك بالتليفون بالتليفون هاي عندنا شغالين لي والله ما شفتك يوم واحد شحنت الرصيد يوم واحد كده شفتك ما بيضربوا لي بيضربوا لي بيضربوا لي يضربوا ليك هاي عشان دايرينك في شغل هاي طيب ما تمشي لهم تشتغل تريح وتريح الخالق دي انا ما جاي اشتغلت انت بتسوي شنو انا هاي انا هاي انا هاي انت قاعد احنا ما عارفين هاي هاي عبد الوهاب طردك ليه عبد الوهاب نسيبك طردك ليه انت الكوره طلعت كم كم امك والله يا اخي انا ما اعرف اقول لك شنو لكن شنو انا هسي ماشي وين ماشي البيت سوي شنو ها سوي شنو والله اذا امشي لكن انت حاميني حاميك ليه امشي وانا كان مشيت ما بتقطع فيني براك انا الشارع اللي ذاته خليته لك انا ذاتي ماشي خلاص امشي ها ما انت مشيت اول امشي انت الاول انت ما قلت انت الماشي بالله يا غدار امشي بالله تلقاه عند الغافل انا مسوي خلاص راح قبل واحد اثنين انت بتعاني ليه ها الشارع كده ولا كده بتعاني مالك بقلوب بس وقعتك خلاص دخل ترابيزك اول دخل ترابيزك في بيتكم هاي سلم معي ها امشي منك كده ديك ظهري بالله هاك ها هاي عامل عنقرتك الكبيره دي لا اله الا الله شيلها راح راح امشي امشي بيتكم خش خش كده هنزلكم يا جماعه نمشي تعال يا هي 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 شايفك انا تعال هنا تعال هنا امش 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 دخله امش امش دخله امش امش اروح امش اروح معاي سو سو اه تمشي انا ما جاي وراك اروح ما تجي وراي خليك وراي هاي انا ما ماشي ده ما انت ماشي بيتكم انا موديني بيتكم شنو يا اخي والله انت هتوديني بيتكم شنو انا تتودي زول السجن امشي والله جنس قطيعة والله ود عمك ده قطاع قطيعة قطاع قطيعة مبالغة قلت شنو؟ امشي هاي نعم مشي دك كيف؟ امشي تلقى لك زوجة طعم معاه ذاته ما قاعد لك انا في الشارع لا لا والله يا محمد والله العظيم الرجال ديل بالغوا كيف؟ والله ما قدرت اطلع حموك المرقة كله كله حموني المرقة كله كله هم بيقولوا شنو يعني؟ ما خالين زول النسوان ما خالين نون البنات الصغار ما خلينهم بنات الجامعات بنات المدارس الاطفال الصغار ده سمين وده قصير وده اكال بس كده شغالين كده يعني والله النسوان ده اللي احنا ظالمينها هي ساكت نقول النسوان بيقطعن بيقطعن اتاري هي قطاع عند الرجال ظالمينها هي ساي السره بنت حمدين مش اكتر مره قطعها في الحله اللي قلت لك الراجلين دين فاتوها بغادي لا حول ولا دل دل عطاله دل قعاد الناس نزلوا المعاش بقى ما عندهم شغله شفت يا محمد أي. مش بقول لك الحاجه دي الزول ام فيها وهناي اي والله السره دي لقيتها لك بالزوله بالنسبه لدال بتقرا في الروضه وديل محضرين ماجستير ودكتوره وباقين بروفات في القطيعه لا حول ولا قوه الا بالله ده كلام شنو يا محمد ده لا هسه يعني الناس دل اليوم كله بس بيكونوا قاعدين كده انت قايلوا قالوا ليش قالوا شنو اول ما جيت وقت اليوم كده ده أي. تا وقت اسمعوا ليك انت محمد ده قايله شغال ما عنده اي شغل امرق من الصباح يجي المساء اظنه شغال سمسار ومره يلقى ومره ما يلقى يا اخي شغال سمسار ما شغال كله كله هون ماله نوالي انا عارفه ما يبقوا في رقبتهم والله صحيح والله صحيح والله صحيح زلهم ما يبقى في رقبت عليك الله لو ماشي للناس يقطع فيهم لكن ما بطال يعني انا ذاته ينقص لي سيئاتي وحسناتهم دي تجيني انا عليك الله يا محمد هاي. انت مقصر مني الثياب الجايبه ليه شويه انقر لقيتهم بيقولوا في شنو قالوا شنو ساميه ساميه بتمشي هسه تلقاها شوفها بتاويك تلقاها مرقه تعير لها توك
وجنا تشيل ثياب النسوان، جنا شيل عده النسوان. انا قاعد نعمل كده انت تشحد النسوان، انت مقصر مني في حاجه؟ هم قاعدين يجوا هنا يشيلوا منك. انا عارفه كم، معلش هذا من شغله بسوي اكثر من كده. اسكت ساكت. احنا ذاته هسه عشان ما نخش علينا في حته ضيقه ونقدم نقطع علينا في ناس ولا نقطع فيهم هون ذاتهم. اخيرا نسكت خشومنا ده نمسكه عندنا بس ونشوف شغلتنا. لا يا محمد، لكن انا ما قدرت امشي الدكان الليله. انت عارف الفطور عملت شنو؟ لما انا عملت لي شفت لي حبه عدس شويه كده حطيتها في النار، ده انا امشي اجيب لي فول لاولادي. لقيت الرجال ده قاعدين في الشارع غلبت لي المرقه كله. خلوهم بعد يمشوا. هيمشوا لنتين ولا الشفع ديل بيستحملوا ليه الجوع يا محمد؟ مما تصبح لحد ما تمشي بكون وعدين؟ والله العظيم الرجال ديل حيروني وحيروا نسوان الحلة ديل كلي من الصباح قاعدين. وكمان ده شفت النجاشي؟ النجاشي جايب ليه طرابيزة وشاهي وموية. بمزاج؟ بمزاج. زي الماشي الشغل؟ زي الماشي الشغل، زي اللي عنده ضيوف. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. يا محمد ما نرحل من الحلة دي، يعني هسا نخلي الحلة عشان القطيعة؟ والله القطيعة دي جننتنا، والله العظيم أنا ما قادرة أعمل أي حاجة. عليك الله، خلوا يقطعوا فينا يا أخي. يقطعوا فينا الأدين. يتكلموا فينا زي ما دايرين. أنا إحنا ولا بنشتغل بون الشغلة، هو نقطعوا ونحن نشتغل في شغلتنا، ولا خسانة بيهم. أصلا ما بنرحل ولا بنخلي لهم الحلة عشان قطيعتهم. والله يا محمد البيت الساكنين فيه ده لو ما بيتنا وحقنا وملكنا هاي. والله العظيم أنا كان مأجرين كنت أقول لك أنا إحنا أجر في حتة ثانية من الرجال الاثنين دي. نقول حملة يا محمد. صدق المثل، الجار قبل الدار فعلا. شفت الكلام ده؟ أيوة والله. نصبر بس، غير الصبر ما عندنا حاجة. لكن أنا ما بخليهم أتكلم مع الرجال ده على كلام يا محمد. ما بخليهم ولا أقول لك حاجة. هاي. خليهم يغيروا الحتة اللي قاعدين فيها دي كويس. هاي. في فسحة هناك فاضية. هاي. اللي يمشوا يقعدوا في الفسحة دي دارين يقطعوا دارين يسووا زنبون على رقبتهم. ما علينا نحن زنبون. نعم نعم. لا لا، هي ذاتها حاجة غريبة خلاص. يعني الرجال الكبار دي قلنا خلاص نزل المعاش، مفروض الزول يحترم نفسه ويقعد في بيته. لا لا، يقعد برا ويقلب عاين دي منه ودي بيت منه ودي ماشيه وين ودي شغاله وين ودي هي ما تحين ما عرسوها وتحين دي ما شنو طلقوها. ومال ومال الناس يا اخي. والشباب، الشباب كمان برضو يعني ده العطاله دي كلها سببه العطاله. اقول لك حاجه، انا طالعه وجايه ودعتك عشان الله. الرجال ده ما فيشين ودعتك الله، وانا بمشي عليهم هذا دربي عليهم ما بخليهم. جوا حر؟ أي قطيعة جوا ذاتها ولا لذيذة؟ هوي هوي هوي، قاعد يقطع منو؟ ها؟ قاعد يقطع منو؟ أنت تعال. أنا ما قاعد أقطع، أنا بقول الحاصل ده. عارف يا بابا؟ أنت ما تنكر علي أنا؟ عليها مانع يا فرعون؟ أنا ما قاعد أقطع يا زول. يا زول أنت قاعد تقطع معايا أنا؟ ها ها ها، سهير ما طلقوها. سهير طلقوها؟ عليك الله. ما سمعت الخبر؟ ما سمعت والله. يا زول ها؟ عليك الله طلقوها؟ طلقوها. تستاهل. قال تتلبد بالليل، قال راجلها قال سافر مشى الذهب. تستاهل. طلقوها. أكيد قالوا طبيخة ما سمح. نظامة. نظامة نقناقة ولا والله. بس قال لك سامية، شفت سامية مرت محمد دي؟ أي. والله زيها. سامية؟ لا 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 لا، سامية دي، سامية دي زيها ما في. سامية دي، سامية دي نظامة يا أخي، نظامة ولعلاعة لعلاعة. والله سامية، سامية مرت محمد دي أكثر مرة في الحلة دي نقناقة ونظامة وتكورك وتكورك بصوت عالي. أنا لو في محل محمد ده والله أطلق مرت محمد. محمد جارنا ها؟ ميتين انت قلت الدسدس هذا الدسدس عليك الله الدسدس عليك اقطع في الناس اقطع في الناس هنا اقطع في الناس ما مين السواحي انت قاعد تتكلم فيها منو اه سامية انا سامية ولد محمدي انا قلت لك سوير سوير انت قلت لي سامية قاعده تشيل التياب بتاعات المرقة من ناسيا صح الكلام ده وقلت لي محمد ده انت قلت لي محمد ده التياب ده ما قاعد ناسيا قلت لي اظنه شغال حرامي وفعلا فعلا يكون شغال حرامي منو الحرامي محمد قلت انت ها قلت انت هاي انا قلت قلت هاي هذا انت مش تكلمه انا بكلمه لا عليك الله امشي كلمه امشي براوي امشي براوي امشي كلمه امشي براوي امشي براوي امشي كلمه براوي يجيك امك يا ابو دم السابطه يا ابو دم السابطه يا ابو دم السابطه عليك الله بالسابطه تعال انا قطع ما في قطع 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 هو ذاته ها ذاته بالسابطه ذاته هو القطع انت محمد سمعت براك سمعت براك انا قلت حاجه انا قلت حاجه
لا لا انتوا ناس كويسين يا اخي. الله يديك العافيه. الحمد لله يا اخي انتوا ناس ممتازين. الحمد لله يا اخي انتوا ناس رائعين. الحمد لله يا اخي انتوا ناس طيبين. الله يديك العافيه يا اخي. انتوا زيكم ما في ذاته. الله يديك العافيه. انتوا احلى جيران يا اخي. الله يبارك فيك. انتوا زيكم منو يا اخي؟ الله يبارك فيك والله. يا سلام عليكم يا اخي. الله يديك العافيه. كثر خيركم وبارك الله فيكم يا اخي. الله يبارك فيك يا اخي. والله لا احد ما يعرف اشكركم كيف. والله انت زادك نعمة جار والله. الله يخليك يا اخي. طلعتونا حراميه يا زول. ما مشكله الحراميه ما ترى قاعدين. مشكلة شنو يعني؟ لا لا يا اخي انت ما حرامي. مشكلة انا كلام انا كلامنا ما قلته. هاي صح. ما انا ما سمعتك ذاتي. هاي انا ما سمعتك. انا ما سمعتك انت قلت انا حرامي. ده الطاهر ده الطاهر ده الطاهر ده الطاهر. انت ما قاصدني. الطاهر انت ما قاصدني انا. الطاهر الطاهر ده قال. قلت انت لا ما قلت انا. ها؟ قلت طوالي قول انكره. قلتها.